ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الاول لمجلس امناء صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي في تشكيله الجديد ذلك بحضور عدد من الوزراء. وخلال الاجتماع استعرض عدد من انشطه الصندوق خلال عام 2023 وتمت الاشاره لجهود الصندوق في اطار تنفيذ المبادره الرئاسيه حياه كريمه حيث يتم العمل على تنفيذ مبادره قريه بلا ادمان في القرى المستهدفه وتنفيذ العديد من أنشئت المختلفة في 740 قرية داخل 18 محافظة حتى الآن